شاء الله ده مثال بسيط، فكرته سهلة، هنقراه ونفسره. The viscosity of liquids can be measured through the use of a rotating cylinder viscometer of the type illustrated in the figure. يعني بقولك يمكن قياس لزوجة السوائل من خلال استخدام مقياس اللزوجة الدوار من النوع الموضح في الشكل. In this device the outer cylinder is fixed تمام and the inner cylinder is rotated with an angular velocity. يعني ايه؟ يعني بقولك طريقة التشغيل كالآتي. قالك في هذا الجهاز بيتم تثبيت الاسطوانة الخارجية تمام، الاسطوانة الخارجية ايه fixed، قالك outer cylinder is fixed يعني يتم تثبيت الاسطوانة الخارجية ويتم تدوير الاسطوانة الداخلية بسرعة زاوية اللي هي الايه اللي هي الاوميجا. وبعد كده the torque required to develop اللي هي الاوميجا is measured and the viscosity is calculated from these two measurements. يعني عاوز ايه هنا؟ بعد كده بيتم قياس عزم الدوران اللي هو التورك ده اللي هو المطلوب لتدوير الاوميجا. بيتم بعد كده قياس عزم الدوران اللي هو التورك المطلوب لتدوير الايه الاوميجا. وبعد كده بيتم حساب اللزوجة من هذين الايه القياسين. بقول لك لا تو جامينتس يعني ايه من بعد كده بيتم حساب اللزوجة ايه من خلال الكلام ده تمام. ده كده اما نبهك وقايل لك if the liquid under testing is water determine the torque developed if لو الاوميجا بكذا والال بكذا والار اوتر بكذا والار انر بكذا كويس. طب لحد هنا بقول لك اذا كان السائل اللي هو تحت الاختبار هو الماء حدد عزم الدوران الذي تم ايه تدويره. وبقول لك neglect and effects and assume the velocity distribution in the gap is linear كويس. قال لك هنا بقى ايه المفهوم من نهمل الاثار النهائيه ديت، يعني ان تشغيل ان انك تشتغل يعني على الطول اللي هو ال ده بس تمام، وتهمل الجزء النهائي اللي هو في القاعده تحت ده. وقال لك ان على الديستريبيوشن اللي هو قال لك ان توزيع السرعه في الفجوه هنا في السائل ده خط، التوزيع السرعه ايه خط. متفقين كده ان احنا عاوزين بقى نجيب علاقة الاول نحسب منها عزم الدوران وبعدين نجيب نعوض ونجيب الحاجات دي. اول حاجة في خطوات الحل بكل سهولة بتتم ان انا عاوز اجيب علاقة ان احسب منها التورك، عاوز استنتج علاقة ان احسب منها التورك. خد بالك معايا وركز، هو قال لي اشتغل على الطول الطول ده تمام. فانت هتلاقي لو جينا نرسم المسقط الافق بتاعها هتلاقي ان الاسطوانه الداخليه ديت اللي هي بتدور اللي هي ايه بتدور، ما هو قال لك ان الاسطوانه الخارجيه ثابته وبيتم تدوير الاسطوانه الداخليه ديت بسرعه ايه اوميجا بسرعه اوميجا. فده الار اوتر وده الار انر، ده نص قطر الداخلي وده نص قطر الايه الخارجي. انا من هنا لهنا المفروض ان بناخد ايه شريحة وبنكامل تمام. لما بنكامل لما انت بتيجي تاخد شريحة بالكامل من زر الاتنين باي هنا الاسطوان اسطوانتين دخل بعض وكلام من دي. بس انا هقول لك طريقة سهلة تانية تستنتج منها الايه القانون، طريقة سهلة كده تمام هنشوفها. طبعا انت عارف ان الشير ستريس عبارة عن الميو الديناميك فيسكوستي في الديو على الدي ايه واي كويس. الديو دي مين؟ مش عباره عن الدلتا يو اللي هي التغير في السرعه تمام، والدلتا يو ديت اللي هي الديو دي مش هي اللي هو السمك اللي هو السمك طبقه الزيت اللي موجوده عندي السمك اللي فيها سوري يعني السمك اللي فيه الفلويد اللي هو ان كان بقى زيت ان كان ميه اللي يذكره يعني ايه. المهم النوع نوع السمك اللي فيه النوع اللي هو الايه الفلويد اللي موجود تمام.
اللي هو النوع اللي في الليكويد. تمام، فهتلاقي انا عملت ايه، قلت دلتا يو على دلتا ار، دلتا يو على دلتا ار. اشمعنى دلتا ار؟ انا عاوز اعرف السمك ده قد ايه، مش لما انا اطرح الار اوتر اللي هو النص قطر الخارجي ناقص النص قطر الداخلي، يبقى انا حصلت على السمك بتاع الطبقه بتاعت الليكويد. ده شيء عظيم. بعد كده بقول الميو مضروبه في السرعه، السرعه بتاعت بتاعت الانر سلندر، بتاع السرعه بتاع الايه السلندر الداخلي. تمام، مطروح منها السرعه بتاع الاوتر سلندر اللي هي بتاع السرعه بتاعت الايه الاسطوانه الخارجيه. والسرعه الخارجيه احنا عارفين ان الاسطوانه اللي بره ايه ثابته، يبقى السرعه بتاعتها بزيرو، السرعه بتاعتها بايه بزيرو. وانت عارف ان ان اليو انر اللي هي السرعه الداخليه عباره عن الاوميجا في الار انر، في الار ايه انر. تمام، على الار اوتر زي ما احنا زي ما انا قلت لك ناقص الار ايه انر. يبقى انا كده حصلت بكل سهوله وبساطه على الشير ستريس. بعد كده انا عاوز احصل على ذا توتال فورس اكتنج اون ذا سلندر از ايكوال تو ذا شير ستريس بيلد باي ذا اوتر اريا اوف ذا سلندر. يعني بعد كده هجيب القوه الكليه التي تعمل على الاسطوانه، القوه الكليه اللي بتعمل على الاسطوانه اللي بتدور ديت عباره عن ايه؟ مش هي عباره عن اجهاد القص مضروبا في المساحه الخارجيه للاسطوانه؟ ده بالظبط اللي طبقته هنا. القوه اللي بتعمل على الاسطوانه بتساوي الشير ستريس مضروبا في الاريا، في الاريا اللي هي المساحه الخارجيه ايه بتاعت الاسطوانه. الاريا ديت عباره عن ايه؟ عباره عن الاتنين باي في الار انر اللي هي نص قطر الاسطوانه اللي بتدور مضروب في الطول اللي انا شغال عليه بتاع الاسطوانه اللي هي بتدور. ده شيء ايه كويس. بعد كده تورك دي تو ذس ذا فورس ذا مومنت ارم ان ذس كيس از. بعد كده هيبقى العزم الناتج عن ذلك، عن ذلك يعني هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن القوه مضروب في ذراع العزم في هذه الحاله اللي هو في ذراع العزم اللي هو ايه بيدور ده. تمام، هتلاقي القوه عباره عن الشير ستريس عوضت بقيمتها هنا في الار انر. تمام، هتلاقيها بره هنا هي. تمام كويس، يبقى هتلم الليله ديت وتجمع التورك هيبقى عباره عن الميو في الاتنين باي في الاوميجا في الار انر تكعيب في ال ال على الار اوتر ناقص الار ايه انر. كويس، بعد كده اعتق في المساله ال ال والار اوتر والار انر والميو في الحالات ديت في المسائل ديت المفروض بيديها لك. تمام، هي لو ادالك برقم ده. تمام، هتعوض عادي خالص وتطلع التورك زي ما انا طلعته كده. والباور عباره عن ايه هنا؟ الباور عباره عن التورك في الاوميجا. باور هنا عشان تبقى عارف الباور ديت اللي انا كنت محتاج ادور بيها السلندر ده. تمام، فاول حاجه حسبنا التورك، وبعد كده الباور عباره عن التورك في السرعه الزاويه. ما تنساش لايك على الفيديو وتفعل الاشتراك في القناة وتابع البارت الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.